تحياتي. احنا اليوم موجودين في قرية خريش. قرية خريش اللي ما بتبعد بضع كيلومترات عن جلجولي، عن كفر برا، عن كفر قاسم، وموجودة على تل جميلة. خريش تم تهجيرها في العام 51. تعالوا نعمل جولة صغيرة في هاي البلدة اللي كانت عامرة بأهلها حتى العام 51. سيدي الغالي العزيز أبو الأمير حسن شواهني، أخي عائلة شواهني. نعم. من بلدة خريش. نعم. عائلة شواهني تم تهجيرها في العام 51. نعم. من بلدة خريش. بلدة خريش موقعها، تحكي لنا عنها، عن البلد، عن التهجير. نبلش أول إشي في البداية موقع البلد، هل عالتل الجميلة يعني ما شاء إيش هذا هالموقع الحلو؟ موقع جدا حلو. البلد نفسها واقعة في منطقة اللي هي في وسط البلاد، والطبيعة الخلابة اللي احنا قاعدين فيها الآن تشير كديش البلد حلوة وكديش أهلها كانوا مبسوطين فيها وكانوا يحبوا بعض، وعالم اللي اليوم نحمد الله إنهم ما زالوا موجودين، لكن ما زالت البلد نفسها في القلوب، وبدهم فيش واحد منهم مش جاي عباله انه يكون فيها تقريبا يوم يوم. ايوه. فاغلبنا ما زلنا لحد اليوم يعني نيجي احنا والاولاد بنشوي وبنقعد وبنستمتع. واضح انت شايف الشجر الموجود قديش حلو وقديش جميل. نعم. منا ولا الشرق في عنا التل هاي الجميله، الجبل بسموه جبل الزكور. جبل الزكور. جبل الزكور، وهناك كانت في عيلة ساكني برضو في هذا البلد في هذا الجبل، وما زال في هناك آثار للبيوت اللي كانت هناك موجودة. عندنا من جهة الشمال منطقة سهلية، عن جنبنا من جهة هسه وإحنا وين ما إحنا قاعدين جهة الشرق الشمالي في عندنا واد اللي هو بيمتد من درستيا في الشرق في الضفة الغربية لحد نهر اليركون في الغرب للبحر. يعني الوادي بيضل ماشي. نعم. الواد في الشتاء طبعا بيمشي وكثير مياه، ويا ما سبحنا فيه واحنا صغار. لا انا بسبح، اما تعلمت السباحه في طبعا في الواد في وديان البلد. طبعا الان طبعا هو بيمتد من جنب جلجولي وبيضل طالع لجهه الغرب. من الدخلة إحنا كنا لما دخلنا على البلد نفسها مرينا بجنب كيبوتس بسموه كيبوتس حرشيم، اللي انبنى بعد ما هجرونا في 51، بنوا كيبوتس سموه حرشيم نسبة إلى خريش طبعا، لأنه مشان يهودوا الأسماء وكأنهم هم يعني اللي كانوا موجودين في هذا الأرض قبل ما إحنا نيجي، أو لأنهم طلعت الإشاعة هاي إنه إحنا موجودين في بلاد اللي فيش فيها حدا. يعني هذا التسويق اللي سوق للأوروبيين وللأمريكان ولكل العالم إنه إحنا ما جينا على ناس موجودين وهربناهم وطلعناهم. حجارة البيوت وحيطان البيوت تشهد على ذلك، والجامع وهذا البيت كل شيء جميل موجود. كل الحجارة التي توجد بجانبنا هي حجارة البيوت نفسها اللي هدمت بعد ما إنهم طلعونا في 51. حكينا عن جبل زكور. احنا عمليا من الجهه جنوب الجنوبيه كفر برا الكيبوتس، ومنه لجنوب كفر برا اللي هي غرب جلجولي كفر قاسم شرق. لا كفر قاسم من كفر برا عمليا شرق جنوب. الجهه الشرقيه هي من حدود الضفه. اي طبعا من هنا حوالي 2 كيلومتر. هاي كفر قاسم.
كفر قاسم هي هناك طبعا الجهه يعني الجهه الجنوبيه ما بتمتد حلو بلد طويل كبير حلو نعم. هسه التهجير كيف تم؟ نعم اجوا في الليل التهجير غالبيه القرى تم تهجيرها في 48 بس احنا هجروهم في 51 كيف في 51؟ في 51 لانه قرروا انهم بدهم الارضيات فكيف العمليه بتتم؟ انه تيجي تعمل إشي للناس اللي تجبرهم انهم يهربوا فاجى الجيش في الليل جمع الشباب والزلام في دار المختار في 51 في بيت سيدي الحج مصطفى الله يرحمه اللي هو كان مختار في هذه الفتره وبدوا يضربوا فيهم وقالوا لهم إذا إحنا اليوم نضرب ضرب بس بكرة إذا الإشي ما تم وهربتوش وما طلعتوش من هين راح ندمركم نهائيا مع البيوت فانجبروا إنهم يهربوا قسم هرب على الضفة وقسم هرب على جلجولي أما الأغلبية هربت على جلجولي طلعوا من البلد وبعدها طبعا أجوا ودمروا البيوت بشكل نهائي أهل البلد كانوا شاهدين وامام اعينهم الاشي صار بالدم بتدمر البلد بيوتهم اللي هم بالنسبه لهم الملجا الامني والملجا الانساني الحياتي اللي الانسان بدونه طبعا لا يسوى شيء ف احنا هجرنا اللي هم اهلنا طبعا وانا انولدت في جلجولي في 53 الله يطول بعمرك الله يخليك قديش كان عدد سكان البلد في الواقع تقريبا راح اقول لك من 300 ل 350 نسمة نعم يعني وقسم منهم طبعا تم تهجيره على الضفه قسم قليل في كفر ثلث احنا اهل خريش هو عزبي لكفر ثلث مدينه في الضفه الغربيه وفي لها كثير عزب يعني هاي في كثير عزب في المنطقه هين كلهن تبعات لكفر ثلث ففي عزبه لشكر وفي عزبه سلمان وعده عزب عزبه ابو جلعود فهذه العزب كلياتها تابعه لاهل كفر ثلث اللي احنا جزء من يعني الشواهني أغلبهم موجودين في كفر ثلث نعم. وطبعاً ليش عملوا خريش؟ لأنه كانت أراضينا أراضي حياة جدي اللي هو الحج محمد أراضيه كان هيك خرفني أبوي طبعاً أنه أراضيه كانت تصل لحد اليركون لتحت فتحت فمشان يقدروا يوصلوا الأرض اللي اليركون عملين جنوب شمال يافا بالضبط فكانوا يجوا هنا طبعاً سكنوا هنا مشان يقدروا يصلوا الأرض ويفلحوها ويعيشوا منها. إيش كانوا عايشين أهل البلد؟ أهل البلد على الزراعة. زراعة وتربية المواشي. هذا أرض واسعة. مكان عندهم أراضي واسعة اللي يقدروا من خلالها يعيشوا وزراعة يزرعوا وأيضا يتاجروا في الأغنام ويعيشوا من الحليب من كذا من كذا. نعم. أهل البلد عمليا. يعني أنا الشواهني دار الخطيب دار عودة وعائلات بعد تاني أعتقد في عائلات أما هاي هي العائلات الأساسية هي الثلاثة اللي كانت تركب اللي كانت البلد هون هي البلد نفسها إحنا يعني اليوم نعم. العودة والشواهني اللي موجودين في جلجولي تقريبا ثلث البلد أيوة. ناحية عدد في جلجولي ثلث البلد تقريبا اللي تقريبا يعني جلجولي اليوم تقريبا 6000 نسمة لا جلجولي 10000 10000 يعني في عندك حوالي 2000 اكل شيء 2000 نسمة اللي هن اللي هم اصلهم من خريش من خريش يعني 10 اضعاف طبعا تضاعف اهل البلد اكيد نعم اهل البلد بيجوا لهون اغلبية الناس ما زالت مرتبطة في الارض وفي البلد زي ما قلت لك بيجوا يعني حتى يشووا يجيبوا اولادهم عشان يعرفوا انه احنا هين نعم احنا انولدنا هين ووجدنا هين وما زلنا هين طبعا فعمليا يعني من ساعة ما اخذناك من جلجولي لهون 5 دقائق لا ما هيك شيء لانه عمليا احنا ما زلنا يعني حتى حياة ابوي لما قبل ما توفى
جابني في رحلة خصوصية مشان يورجيني وين كان هو بده يبني داره. يا الله. فأخذني على القصص اللي كان يحكيها الوالد زي هاي مثلا. حلو. قصص لا تعد ولا تحصى يعني أحياء. يعني واحدة منهن إنه جابني خصوصي وطلعنا على كورنة بسموها كورنة تبشير. في راس جبل لقدام من هنا ولا شركة. طبعا أرضنا هناك كانت موجودة برضو. فطلعني هناك على راس الجبل على ما يبدو كان في بركان. فإن هناك دولمين دولمين ونص اللي هن هيك. فقال لي أخذني طلعني فوق. قال لي يابا داري كانت لازم تكون هون. لازم أنا كنت لازم أبني هين. فإلى الله سبحانه وتعالى يسر ورجعته. فبيتك بده يبكى هين. أخذني وشو قال لي تعال هسا نوقف نشوف شو بدنا نشوف. شايف تل أبيب مد صباعك بتلاقي تل أبيب منك كده. للغرب. للغرب بتشوف المدينة تل أبيب قدامك يعني كأنك موجود في تل أبيب. فمنطقة جدا حلوة وإشي بجنن. في كثير بيوت اللي إحنا كنا فيها في البلاد اللي نحجر فيه من طين. مبنى البلد أنا شايف هذا البيت من حجر. الجامع من حجر. أغلبه من حجارة. طبعا مش قصور. بيوت لمزارعين متواضعة عادي. أما حجارة هيها موجودة قدامنا يعني أغلبها حجارة عادية مبنية. لا بس أنا هذه المرحلة أنا ما عشتها يعني أنا انولدت بعد ما تهجروا من هين. فلكن الإشي بدل على إنه الأشياء موجودة وفعلا كانوا يحاولوا إنهم يبنوا من حجارة. أما كمان مرة البيوت متواضعة يعني مش حتى إحنا أخذنا حجرين من بيوت البلد. صح. على فكرة على فكرة أنا بكيت أجي ألقط عشبي. أيوة. أي عشبي كنت تجي؟ عشبي شاي. لا العشبي عشبي اللي هي كان إلي صاحب دكتور حسن الدير الله يرحمه. كان مريض بالسرطان وهاي العشبي كانت زي علاج للسرطان. خلاص راحت من بالي. كنت أجي ألقط هسا وين بكيت ألاقيها العشبي؟ وين؟ بس فوق الحجارة هاي. يا الله. بس عليها. انت حكيت عن مغاره. هي في مغاره. فيها انا مغاره وفي لقدام هناك في مغاره وفي لتحت في كمان مغاره. يعني والمغر موجوده ولحد اليوم يعني بتقدر تدخل وتشوف الاشياء بشكل واضح. اما هذه العشبه يعني غريب انها بكت موجوده وتطلع بس على وين البلد وين كان يجي ياخذوها وين البيوت. لحد اليوم بيجي في ناس اللي بيجوا يلقطوها هي كعلاج يعني علاج دواء للسرطان. يعني احنا عم نشوف هون الاشجار الباقي عندنا الزيتون. والصبر بتعرف الصبر صبر بقى اكيد الصبر. ما هو هذا هي ما يميز هو اللي بي 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 يعني هذا وجودنا. لما بتشوف صبر ما في صبر معناها في ناس تهجرت منها يعني. الصبره صابره ما زالت صابره وباقي ولا تزول. ولا تزول يعني احيانا في مرض الصبر بتعود تستعيد عافيتها. صح. وبتطلع كل مره وبتكمل وبتنتج وبيجي برضه بلقط صبر. بتلقط صبر. بلقط. كيف الصبر هون ابو الامير؟ شيء بروعه. زاكي جدا عن جد. انا شايف هي كواز الصبر بعد صغيره بس. لا بس في محلات ثانيه عندنا بالشمال صارت اكبر شوي. جاهز. اما عندنا يعني بنيجي وبنلقط صبر وبس ما يطردوناش يخلونا. حتى الصبر والزيتونات مش مخليكم. الزيتونات بخلوناش والصبرات تعرف. الزيتونات لمين بوزعوهن؟ بعرفش. يا اما بيعطوهن ناس او بيجوا ناس طبعا هم مش موجودين. زيتونات البلد. باخذوهن بلقطوهن. اما تعرف انت بدكش تخاطر يعني يقعدوا يعملوا لك مشاكل. لا مشكله ومحكمه. قضيه خرافيه. تمام. اذا صبرات البلد زكيات ابو الامير انا بعد شهر جاي لهون. اهلا وسهلا. عندك وبجيب السنارة. مش غلط. لا بعد حط مصبعانية ونلقط. لا السنارة اهون اريح. اهل البلد وافراح البلد. كانت علاقات دار الخطيب دار شواني دار عودي كلهم في هذيك الفترة الناس كانت متوحدة عايشة بامان وبحب. يعني الناس انا صاحي لما يعني بوعى حياه ابوي لما واحنا في جلجولي مش واحنا في قريش. لما كانت في صبه بطون لواحد
كل البلد بكت تبكى مع تصب مع البطون اللي جايب القف اللي جايب الصب اللي جايب الكريك وكل حياة أبوي أنا بكت أشوفه دائما في المسول أيوة في الطري فيش مرة يعني واحد صب داره إلا تلاقيه هناك وبكت أروح أشوف أيوة فإذا إنه في جلجولي هذا الإشي كان وأنا أكيد هين كان هون مش بس كان هين أنا كان متأصل هين يعني الناس بكت تحب بعض وعايشة مع بعض وفيش عندها مشكلة ليش لأنه تعرف حياة بسيطة فيش قصة الماديات القاتلة هذه اللي اليوم قاعدة بتكتل فينا صح فعمليا الناس بكوا يحبوا بعض يعني بكوا إذا صار عرس الكل يبقى في العرس إذا لا سمح الله صارت عملية وفاء أو إشي الكل في بيت الأجر يعني عمليا هذه الأشياء كانت إشي أساسي طبيعي في الحياة يعني ما كنت تسمع إنه هذا قتل هذا أو هذا ضرب هذا عادي يعني الحياة الحياة فيها ألفة بين الناس جميل عمليا هذا الإشي اللي كانت بتميز حياتهم ما يميز بلدة يعني ما 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 يعني حياة أبوي كان يخرفنا أشياء عن عن الماضي وشو بك يصير وإلى آخره ما عمره حكينا إنه إحنا تكتلنا مع ضربه فلان ولا تكتلنا مع ضربه علنتان دائما الشغلات الحلوة بالضبط هو بالرغم إنه أحيانا أبو الأمير بذاكرة البني آدم الشغلات الصعبة تبقى أكيد ولكن أكيد. لو في كان شغلات صعبة كان الوالد حدها أكيد 100% ومش بس هيك يعني معروف شو بكى يسوي في الديوان أيوة الديوان بكى مركز لما بيجي واحد جاي من حيفا وبده يروح على مش عارف كانوا يستضيفوه في طبعا في الديوان ديوان البلد ديوان البلد وديوان العائلات لا لكل عائلة كان في ديوان وطبعا كل واحد منهم اليوم عليك تجيب الشاي عليك تجيب السكر عليك تجيب الطحين عليك لانه في ضيف انه في ضيف وفي ديوان او في ديوان وفي في مين اللي يكون في الواجب للضيوف ويكرمهم وهذا شيء طبعا شيء بيميز العروبي مش بس احنا كخيش يعني انه نكون بواجب الضيف باكمل وجه على اساس ان الانسان يشعر بالراحه وينهي يوم او يومين او ثلاث وبعدها يكمل مشواره هذه الحياة أبو الأمير أخي ممكن نتحدث بلا حدود طبعا عن البلد وهون إحنا كنا في جلجولي نعم هون هذا الكتاب يعني أنت جبته عشان تفرج ها طبعا هذا مهديك إياته سعيد إبراهيم الرابي أبو إبراهيم نعم ألف كتاب, ألف كتاب عن جلجولي عن جلجولي نعم. وطبعا تم ذكر أهالي خريش خريش نعم اللي هون في الكتاب في يعني أنا هذا الشيء طلبت أن يكون موجود نعم لأنه يعني بتقدرش تحكي عن جلجولي بدون ما أنه تذكر إلا ما تذكر أكيد فعمليا في توثيق للعائلات ايوه توثيق لاسماء العائلات اللي انتقلت من خريش لجلجولي وطبعا هذا الشيء انا قمت فيه شخصيا يعني واعطيته اياه عائلات اهالي بلده خريش الذين اخرجوا من بلدهم واجبروا على الرحيل لبلده جلجولي في تاريخ 24/2/1951 وهي اسماء العائلات شواهني خطيب عودي عرار عودي وعرار هم اولاد عمان اينا هاي وهاي الاسماء العائلات هاي الشو بيبدا في الشواهني ايوه عائله شواهني هون اها راتب عبد الله شواهني عمر ويا سلام يعني توثيق توثيق للعائلات كل العائلات المحبه محبه الاحتضان أكيد. من جلجولي لاهالي طبعا خريش وذكرهم وهاي هون عائله عودي وهون عائله عرار يا سلام انا بعرف وصلتني معلومه العصفورة حكت لي كنت أستاذ مدرسي ومدير مدرسي نعم في اللد في اللد نعم وأحيانا كتبت الشعر كتبت قصيدة عدة قصائد أحد القصائد منها قصيدة عن خريش بلدي أيوة اللي هجرنا منها نعم هاي لا هذه قصيدة عن الصخرة اللي هي كان يتوضأ عليها حياة أبوي نقرأ هاي ونختتم هاي هي الصخرة قد أعيتها الدموع التي تنساب بلا توقف قرابة نصف قرن ونيف من الزمان إنها تئن تحت وطأة الحنين الغارق في طيات نفوس أرهقها النسيان وأضج مدجعها هذيان اللهفة وأمل العودة
لمركز الأجداد وموطن الأحفاد، حيث أصرت حناجرهم إلا أن تغرد وتردد ألحان الوطن المسلوب والأرض، فهي بمثابة الرحم الذي يغذي الرضيع لينشأ جيلا متمسكا بوجوده، معتزا بانتمائه، محافظا على موروثه الحضاري، لا يتوانى ولا يتردد في الدفاع عن حقوقه والذود عن شرف البيت المهجور والضيعة التي باتت ملجأ للبوم والغربان، تولول من على أغصان الزيتون وأوراق التين وأكواز الصبر لحن الخلود وأناشيد التهجير والتشريد. نكتفي بهذا اليوم مع أنه في لسه ضايل. أبو الأمير ألف شكر لك. الله يبارك فيك. الله يطول بعمرك. إحنا يعني اليوم أنتوا أعزتونا، ويعني هذه المعزة بتشرفني أنا شخصيا. الله يسعدك. وآمل أن نستمر. طبعا احنا ولنا مستمرين. ولنا عودة. توفيق. ولنا عودة وإلنا قاعدة معك كمان قاعدة. سنعود للزيتون ولل وإن شاء الله. الصبر. ولا تنسى. طبعا لا على صبرت أنا جاي. أهلا وسهلا. وهيك بنوصل لنهاية حلقتنا اليوم في بلدة خريش. بلدة خريش اللي هجرت في العام 51. وإلى اللقاء في مكان آخر في الوطن.